السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شروحات أونلاين المختصة في ما هو جديد من شروع من برامج ومواقع وكذلك الربح المال من الانترنت. موضوعنا اليوم وهي شركة ربحية جديدة جدا، يعني أثبتت مصداقية لبعض الأشخاص، يعني دفعت لهم بعض الأشخاص. هذه شركة يعني هي تدفع لبايزا وباي بول و بايزا وباي وبايبر وكذلك بارفاكس ماني. نعم، للتسجيل فيها هو تسجيل بسيط مثل الشركات الاخرى. نضع الاسم، الايميل، اعاده الايميل، يوزر نيم، الباسورد، باسورد، ثم الحساب. تاتيك رساله للتاكيد. ندخل الى حسابنا. نعم، الطريقه هي سهله جدا لتسجيلها مثل الشركات الاخرى، يعني لا تحتاج الى يعني شرح طويل. او هذا هو يعني حسابي في الشركة، وانا عندي عضوية عادية، مسجل بها عضوية عادية. المهم في الشركة ان هذه الشركة لديها موقع، يعني لكي تعرف من مصداقية الشركة انها صادقة لابد ان تذهب الى الموقع وتذهب دائما. من اجل تذهب هنا، نعم، هل ما زال تدفع او لا؟ نعم، انها دفعت اليوم لهذا العضو، يعني دفعت له يعني 3.00 دولار. حد الآن الدفع لهذه الشركة هو 2 دولار. نعم، للضغط في هذه الشركة نذهب إلى هنا. نعم، ثم نختار الإعلانات. هذا ما عندنا مجموعة كبيرة من الإعلانات، وكل إعلان بمدة إعلان. مثلا نختار هذا الإعلان، نضغط عليه. لابد أن نضغط على جميع الإعلانات لمدة معينة، يعني تختلف هذا على مدن 15 ثانية. هذا الإعلان نعم لمدة 15 ثانية. ننتظر هنا 15 ثانية. نعم، ثم الرمز المطلوب. تم احتساب هذا. وهكذا مع الإعلانات الأخرى. نذهب هنا لبروفيلي أو حسابي الخاص لتعديل على إيميلك. أو هنا نعم تدفع بايزا وبايبل بيرفكت موني وبيتكوين. هنا هذه التي البنوك التي تدفع لها. جيد، طريقة أخرى يعني لاستئجار الحالات. لابد أن يعني نقوم باستئجار الحالات، يعني أو ريفل مثلا. نضغط هنا، يعني عندي 10 ريفل بواحد فاصل نصف دولار، يعني وهكذا 3 دولار ل20 وهكذا. جيد جدا. حد الأدنى لدفع هذه الشركة وهو 5 دولار، يعني 5 دولار الحد الأدنى لهذه الشركة. نعم، يعني لو ضغطت لوحدك يعني مستحيل هذا هتوصل، لأني لابد أن تستأجر حالات وكذلك يعني نشر رابطك في المنتديات للوصول للحد الأدنى المطلوب. هذه الشركة جديدة يعني بكل صراحة، أثبتت مصداقيتها أنها دفعت لبعض الأشخاص. كانت حد الأدى 2 دولار وارتفع إلى 5 دولار. ممكن يعني بعض الأعضاء يطالبون الأدمن بتنزيل الحد الأدنى، قد يتم تأجيل خفضه إلى 2 دولار أحسن، يعني من أجل الوصول. نرجع لكلمة مصداقية أو ليست مصداقية الشركة. يعني بكل صراحة أي شركة على الإنترنت 90% ليست صادقة بكل صراحة، قد تنصب في أي وقت. لابد أن تستغل مادام هتدفع، نستغل الفرصة مادام هتدفع، يعني وقت الحالي لابد أن نستغل. قد في أي لحظة لا تدفع نستغني عنها بكل صراحة، يعني نذهب لشركات أخرى هكذا من أجل الوصول إلى الحد المطلوب، يعني من أجل الاستثمار. وسوف الناس وقد تأخرنا في عملية كيفية شرح عملية الاستثمار، وهناك يعني شركات موثوقة في الاستثمار، يعني من أجل الحق مش للربح الحقيقي، وبذلك توصل الى ربح حقيقي ودخل محترم. يعني لو بقيت مع الشركات الربحية والله لن تصل مهما عملت. والاخير نتمنى لكم، يعني رابط هذه الشركة سوف تجدونه اسفل الفيديو. نتمنى لكم الاشتراك في قناتنا وزيارة مدونتنا وهي مدونة شروحات اونلاين، ومتابعة ليصلك كل جديد وهي مختصة في شروع من برامج ومقاع وكذلك البيتكوين، كيفية جمع البيتكوين، يعني شركات صادقة. وموضوع هنا مهم، كيفية تحويل الساتوشيات أو البيتكوين التي جمعتها إلى البنك ناتلر.
والأخير نتمنى لكم أمسية جميلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.